اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الاستاذ طارق النوفل مدير المركز الاعلامي بنادي الشباب. مساء الخير ابو محمد. مساء النور، حياك الله اخوي تركي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. والطارق الاخر طارق بن طالب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر. مساء الخير ابو فارس. مساك الله بالخير انت والاخوه المشاهدين والمستمعين وزميلي محمد. بوجودكم معنا في البرنامج. طبعا في عندنا مواضيع كثير نبغى نفتحها، في موضوع راح نمر عليه ونخلي يعني لين تتضح كل الصور فيه، اللي هو موضوع الخبر الاول لائحه الانضباط الجديده، انه اللائحه تضمنت قرابه 150 ماده عقوبات، وفيها اكثر من العقوبات تتراوح من 20,000 الى مليون ريال تقريبا، وحرمان من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بكرة القدم وإعادة الجوائز والمنع من دخول غرف الملابس اللاعبين وغيرها من العقوبات واسعة النطاق. احنا عندنا اللائحة السابقة اللي موجودة عندنا لائحة كبيرة جدا، وعندنا معلومات انه المصادر، بس انه احنا قررنا انه ما نحكي فيها لين يطلع احد من لجنه الانضباط في برنامج كوره او في اي وسيله اعلاميه بس يثقف العالم باللائحه الجديده. في صفحه 18 و30 و35 و36 اللائحه السابقه اللي موجوده اللي كانت بتاريخ 14/8/2011 كانت اخر عندهم لين تقريبا الماده 43 او 43 بعد ال100، يعني في 146 ماده. هذه هي اللائحة القديمة، اللائحة الجديدة فيها 150 مادة. تعرف الاجتهاد في مثل هذه الأمور ما هو مطلوب ولا هو مفهوم. نتمنى أحد بس من الأخوان في لجنة الانضباط الموقرين أن يخرج وسائل الإعلام يشرح للناس. إحنا في برنامج كورة متبرعين بحلقة كاملة، يكون فيها عضو من لجنة الانضباط أو رئيس لجنة الانضباط يخرج للحلقة ويأخذ هالمواد ويقرأها علينا ويشرحنا، عشان الناس ما تقفز إلى استنتاجات وما تحلل بنفسها وتحلل من رأسها إنه هذه اللائحة وش تقول، ويعطينا أمثلة إذا في أمثلة ممكن يقولها، مو بشرط على أمثلة على الدوري، يقدر يقولنا قصة أو أمثلة من رأسها لشرح هذه اللائحة. أنا بزعمي في برنامج كرة وحتى فريق العمل إنه هذه اللائحة تستحق إنه يخصص لها حلقة أو وسيلة إعلامية لشرحها بالتفصيل، لا تكفي القراءة، لا تكفي القراءة لعموم الجماهير، وإحنا نعتبر نفسنا من عموم الجماهير مش متخصصين، نحتاج شرح، صح ولا لا؟ صحيح أبو محمد؟ نعم صحيح. خير ما فعلته في برنامج كورة لو التأكد من المواضيع الخاصة القانونية والعقابية التي تستحق النظر بشكل مفصل ويأخذ رأي القانوني فيما يخص هذه المواضيع. احنا ابو فارس يعني من ضمن حديثنا اليوم في فريق العمل كانوا يقولون ليش ما نجيب قانون يشرح لنا اياه، وقلنا لا نبغى احد من لجنه الانضباط. انا في اعتقادي اول شيء يعني انه الان لانه اللائحه ستصدر غدا بعد بدايه الدوري، انا اعتقد يجب ان يكون هناك عضو من لجنه الانضباط يفسر للجماهير يعني التغييرات على الأقل اللي حدثت أو التغييرات الجوهرية، وهل الأصل أنه هذه لائحة انضباط الاتحاد الدولي وقمنا بتعديلها أم أضفنا عليها إضافات جديدة؟ يعني إحنا ما نقدر نحكم على شيء لأني أنا ما قرأتها، بكرة راح تطلع هذه. طبعا الأندية لزام عليها أن تقرأ وتلتزم، لكن زي ما قلت أنت الجماهير تحتاج إلى توضيح ويستحق الموضوع أن تخصص حلقة منكم ومن غيركم، يعني حتى أنه يكون فيه شفافية للجمهور، من حقه يعرف من حقه وش اللائحة وش محتوى، لأنه إحنا نلعب كل الأندية تلعب عشان الجمهور، يعني الجمهور هو جزء رئيسي من كرة القدم. إحنا وجهنا الدعوة ونجدد الدعوة مرة ثانية، وإحنا تواصلنا مع الأستاذ أحمد المصابيح، هو يعني يقوم مشكورا في هذا الاتجاه بالحديث مع الأخوان في لجنة الانضباط، وهم رأوا أنه بس ينتظرون اللائحة تعتمد وممكن يعني يقررون وقتها أو يأخذون القرار، ما قالوا راح نطلع بعد ما تصدر اللائحة عشان ما حد يحمل الأخوان في لجنة الانضباط أكثر ما يتحملون، لكن هم ذكروا أنه هذا الموضوع يردون عليه بعد ما تصدر اللائحة، بعد ما تنشر اللائحة، اعتمدت اللائحة بعد ما تنشر بالضبط اللائحة غدا ستوزع الأندية. أتمنى أنهم يفكرون في موضوع الخروج والحديث للجماهير الرياضي، مش مؤتمر صحفي خصوصا قبل أن ما في أي عقوبات، يعني بالضبط. ما في راح يكون في أي تعقيدات بالنسبة لهم، الموضوع ما يحتمل أو لا يغني المؤتمر الصحفي عن التوجه لوسيلة إعلامية والحديث بالتفصيل.
لأنه مؤتمر صحفي إجابة وأسئلة من الأخوان. إحنا لا نبغى الرجل يخرج ويتحدث معنا بكل التفاصيل، ونبغى حلقة حلقتين ثلاثة، إحنا ما عندنا مانع في كورة في هذا الاتجاه. هذا موضوع لجنة الانضباط بنخليه الحين، ونتكلم عن موضوع ثاني.